مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال، مساء الروحانية. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والهدايا. طيب، يقولون طول شهر الروحانية. ثانك يو، شكرا جزيلا نجمة. الفيلم، شوفوا الفيلم أو حطوه في قائمتكم على الأقل. عندنا نداء الروح، عقود الروح، عمر الروح، أسرة الروح، قصة الروح، رسائل الأرواح، رمضان ريكونكت، الصيام، الجوع الروحي، مواقيت الروح. طيب، اليوم نبغى نتكلم عن مدرسة الأمل الزائف، لأنها مرتبطة بالجوع الروحي ومرتبطة بمعرفة الروحانية، فقلت لازم نمر عليها قبل ما نختم هذا الشهر. وأنا سبق أني تكلمت عن متلازمة الأمل الزائف، سبق أني تكلمت عن هذا الموضوع أعتقد يمكن العام الماضي. تقدرون تحطون على اليوتيوب، اكتبوا سوية الناصر متلازمة الأمل الزائف، راح تلقوني. أبغى أتكلم عن مدرسة الأمل الزائف وبعدين ناخذ أسئلة. أوكي سمع حبيبتي، عفوا، تقول لك سمعت نص الكورس اللي هو ما في الروحانية. جميل، حلو، مفيد. طيب، مدرسة الأمل الزائف هي مدرسة مليانة بالأمل، يعني تعتمد كثيرا على فكرة أنه في أمل، وأنه الباب مفتوح والطريق سالكة وكل شيء تبغاه بيصير. هذه أساس فكرة المدرسة، أن اللي تبغاه بيصير، ما عليك، مضبطين لك الوضع، اللي تبغاه بيصير، كل شيء بيصير. أوكي، كل شيء بيصير، اللي تبغاه بيصير وبيحصل، وانت تجذب الشيء اللي انت تبغاه، بتجذبه، ما عندهم مشاكل. عندهم يعني أشياء كذا كأنها سحر. ولما تدخل داخل هذه المدرسة برضو الشعور فيها كذا، يعني ليه؟ لأنك تكون في صندوق وردي ولابس نظارة وردية والكنبة اللي تقعد فيها وردية، فتعيش جو 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 جو، يعني جو خطير، جو رائع، سيتجلى وبيصير وبيحضر وبك، تحس كذا أنك طاير، أنه يعني أنك أنت يعني معاك الريموت كنترول حق الكون، مو حقك. معك الريموت كنترول حق الكون كامل كذا، يعني كذا، يعني يحسسونك انك انت بالضبط بالضبط انت معك الريموت كنترول حق الكون. يقولك تعال بس انت خليك في هذه المدرسة وادخل في هالقصة هذه والصندوق الوردي، ويعطونك الريموت كنترول حق الكون اللي هو بعد ريموت كنترول وردي، وانت تضغط في الريموت تحس انك انت يعني تدير الكون، وهذا ويصير هذا ويحصل هذا وكذا وكذا، تدخل ويصير شعورك يا سلام والله رائع وشكرا جزيلا وانا احبكم وانتم ما قصرتوا، تعيش جو خيالي، يعني خيالي. بعدين لو سمعت احد او احد قال انه لا ترى هذا ما يصير او صعب يصير، تقول الله قادر على كل شيء ويصير، ليش ما يصير؟ أي أحد يقول سالفة سلبية، أي أحد يقول شيء هو بالواقع، يعني أقول لك لا 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 تخربون الصندوق الوردي اللي حنا فيه، لا لا لا، فلان يتكلم بطريقة سلبية، فلان يتكلم عن الحروب، عن الأشياء المزعجة، عن فلان يناقش فلان كل شيء، يتكلم عن الجن، فلان أزعجنا بكذا، فلان، خلونا في صندوقنا الوردي مع وحنا يعني نعتقد ان ماسكين الريموت كنترول حق الكون وعايشين قصتنا، عايشين قصة. طبعا متى يستيقظ هذا الشخص او يعرف انه هو في الصندوق الوردي، يعني انه هو يعني ما هو في الواقع، هو في الصندوق الوردي؟ لما يظل يضغط على الريموت وما يشتغل الريموت، إلا أبغى هذا الشيء مثلا يتجلى وهذا الشيء يصير وهذا الهدف يحصل، يضغط 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 ما يشتغل،
بعدين ويغضب يزعل يحتاج انتم نصابين انتم مخادعين انتم كذابين وما عارف ايه، ويطلع وممكن يدمر الصندوق الوردي ويدمر الناس اللي كانوا معاه ويدمر المجموعة، لأنه طول هو ينتظر وكذا وكذا. وقتها قد يكون هو عايش في قصة جوع روحي، قد يكون إيش الاحتمالات الآن؟ احتمال أحد الأبرز الاحتمالات إنه في قصة جوع روحي، إنه شخص جائع روحيا فما يقدر يسمع الأحد يقول له يا عمي تقبل إنه هذا الشيء ما رح يصير، ما يقدر يعني يعيد البرنامج على هذا، ما يقدر يتنازل عن هدف، ما يقدر يقبل إنه هدف يصير هدف ما يصير. It's okay. شيء يصير شيء يضبط شيء ما يضبط، شيء يوصل لهدف شيء هدف يتحقق ولا ينفع وهدف يتحقق وينفع، كذا الحياة. فهو أصلا جائع روحيا ويحتاج هذا الطريق، وبعدين يلقى مدرسة، يلقى مجموعة، يلقى معلم يعزز للقصة، يعزز يلا 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 مرة ورا الثانية ويلا ويشتغل وكل الموضوع هذا قصة إنه لازم ينفتح هذا الباب، لازم ينفتح، نكسر الباب، نسوي المهم الباب هذا لازم ينفتح. طبعا خلني أبغى أقول لك أيضا أحد الاحتمالات إنه في شخص قاعد يجرك لهذه القصة، شخص هو يستفيد من طاقتك. شخص على سبيل المثال، أنا عندي خزان مثلا الاهتمام فاضي، أوكي، أو عندي خزان الحب فاضي، أوكي، وش أسهل شيء؟ أسهل شيء إني أعطي الناس آمال، أعطي الناس آمال، أوزع عليهم آمال حتى يتعلقون فيني، أوكي، هذا شغل الشيطان ويلهم الأمل، هذه القصة. هذا دور من الأدوار الظلامية ترى، على فكرة دور من الأدوار الظلامية، يعني لما أنت تروح لشخص ويحط لك أمل بس عشان يعني يعيشك في هذه القصة في الأمل، هذا دور ظلامي، هذا دور ظلامي، ما المفروض أنه يعيشك في أمل، ما المفروض، فدام القصة مسكرة خلاص القصة مسكرة، مو بالضرورة يقولك والله الباب مغلق، بس يقولك يعني ترى احتمال يصير احتمال ما يصير. هذا دور من أدوار الظلام، سواء الشخص اللي يقوم فيه يعرف أو ما يعرف، سواء هو واعي للدور اللي يقوم فيه أو غير واعي. لذلك بعض الأشخاص يقومون بهذا الدور أو يعطون الناس الأمل الزائف عشان هم يحصلون على طاقة الآخرين، لأن عندهم خزانات فاضية يحتاج يعبونها من خلال هذا من خلال هذه الطاقة. والناس اللي يبغون الأمل الزائف يتعلقون، النضج عندهم ضعيف يتعلقون، فتلقاهم على طول لا لا ولو في أمل في الباب بينفتح كذا كذا، لا لازم نكمل نوصل للطريق، وهو كله طريق خربان، طريق خربان ما يوصل. ومرات مو الطريق، مرات كل الهدف أصلا ما يشتغل، مرات كل الهدف ما يشتغل. لذلك مرات أنت تتورط في هذه المدرسة لأن عندك جوع روحي، يعني تتوافقون أنت وهذه المدرسة، ومرات لأنه في شخص يجرك لأنه هو متورط، لأنه هو متورط يحتاج إلى مزيد، يحتاج إلى طاقة كثيرة جدا، فيأخذ الطاقة من خلال هذا التعلق، من خلال الأمل. أنت حط أمل لأي شخص رح يتعلق فيك، تعلق يمسك فيك في طاقتك، يبدأ يعطيك. طبعا مؤلم لما الشخص يعني يقضي وقت طويل في هذه المدرسة، مؤلم لما الشخص يستيقظ وكان عنده فرصة انه يحقق اهداف ثانية ما حققها، اوكي، يعني مثلا علقت هي 10 سنوات انها بتجيب ابناء، ما جابت أبناء، 10 سنوات علق في قصة إنه يحقق مثلا ثراء، ما جاء الثراء. ماذا لو كانت 10 سنوات هذه راحت في شيء ثاني؟ ماذا لو كان إنه إحنا جربنا الباب، طرقنا الباب، أشتغل الباب، غير الباب، بكل بساطة بكل سلاسة. الإنسان معقد، البشر معقدين،
لا يظلون يبغون القصة هذه اللي هي يمكن ما تضبط، فيكون في شيء أهدر. طبعا بالصورة الصغيرة والصورة الكبيرة ما في شيء أهدر، هي كلها تجربة الروح، هي كانت تبغى تجرب على الطريق المهدر، الطريق المهدر. والشخص ممكن في نهاية القصة يغضب على طريقة التفكير هذه، يغضب على المدرسة، يغضب على أسلوب الحياة اللي هو عايشة، يضحك على نفسه كثير. طبعا مرات تتوافق هذه المدرسة أيضا مع الناس الكسالة، مرة تعجبهم هذه المدرسة، الناس الكسالة الله هم والشيطان يطبقون، الناس الكسالة الله تعال قل لهم انسدح في السرير وحط لك صورة وما عليك ما عليك ما عليك، سوي لك تأمل والموضوع بكرة يطق الباب، بكرة الهدف شخصيا هو يطق الباب الهدف شخصيا بكرة يطق الباب، بس انت سوي المديتيشن معانا ونم قرير العين، حط الصورة قدامك ونم قرير العين، ما عليك ما عليك. فالكسالة مرة تعجبهم هذه المدرسة، مرة يعني ينسجمون، يعني طاقتهم تطابق هذه المدرسة، يعجبهم انهم يعيشون كذا ويحسون انه ما في تأنيب، عرفتوا؟ ما في احد يقول قوم اشتغلوا زي سمية الناصر ما في احد يقول لازم تشتغل، لازم تقوم تشتغل، لازم تسعى، لا كذا يعني نسترخي ونقعد ونغمض عيوننا ونسوي مديتيشن ونلزق الأهداف قدامنا وخلاص. صدقوني الهدف سيطرق شخصيا، ليش نتعب أنفسنا ونسعى وكذا مدارس ثانية مرهقة ومتعبة. فالكسلانين مرة مبسوطين من هذه المدرسة، تعجبهم يقعدون فيها ويمكن ما يطلعون، يمكن ما يطلعون، مو زي الشخص اللي عنده جوع روحي أو زي الشخص الناضج اللي يعني يؤمن بقانون السعي، بيستيقظون، لكن هذول يمكن ما يستيقظون. يعجبهم انهم كذا عايشين ايش، ملتهين بالألم بالأمل، ملتهين، لانه يلهيك، عرفت؟ انت قاعد وانت مخدر لانك كل يوم تدخل بغرفتك وتشوف الصور كي تحس انه الأمن مستتب، ما عليك مضبطين الموضوع، الأهداف ستطرق الباب لاحقا، لا تقلق كيف، لا تقلق متى، ما لا يقلقك أي شيء، أنت المفروض أنك أنت تعيش في الصندوق الوردي بس، لا تقلق كيف ولا تقلق متى، بس أنت عيش في الصندوق الوردي وتخدر وخلاص كل شيء يصير تمام. يستمرون الكسالة في العيش في هذه المدرسة لأنها تناسبهم كثير، ممكن يسوون on off، يصيرون حتى كسلانين أنهم يعلقون الورق على الجدار لهذا المستوى، كسلانين هم يسوون تأمل، بس يسوون on off مثلا. طيب تقول أول سنة خربطت خرابيط، عادي مو مشكلة، كلنا خربطنا، أوكي كلنا خربطنا كلنا، ومرات يتطلب أصلا فهمك لطريقك انك تقرأ كل شيء وتمر على كل شيء وتفهم كل شيء وتمر على كل المدارس وكل المعلمين حتى تعرف انت وشو بتعرف اصلا. بالعكس هذه هي الطريقة انك انت تقارن وتلاحظ وتفكر يعني بهالطريقة انت تطور من نفسك، انت تعرف نفسك وتعرف الطريق اللي يناسبك. طيب خلونا ناخذ اسئلة. الذكي يختصر، الكسلان يختصر الطريق. إذا كان ذكي، بس أنا عندي وجهة نظر إنه كثير من الكسلانين أغبياء. أعتقد يعني يصير الموضوع حتى يعني مرتبط حتى باللايف ستايل حقهم، طريقة أكلهم، كل الموضوع متلخبط على بعض. قد يكون مرات أتوقع أنه مرتبط مرات بالمعادن والفيتامينات اللي في الجسم، لأنه في شيء متلخبط، ففي شيء أكل متلخبط، فيتامينات ومعادن متلخبطة، فعدين يصير كسل، فيظل هو في هذه الدائرة، يظل في الدائرة.
خلونا ناخذ أسئلة. الزواج أفا وش في الزواج لسه يا جماعة ما جه الصيف. طيب صديقتي تقول كيف أعرف أني في أمل زائف أو يأس مغلف بالأمل؟ شوفي شوفي أنتي إذا كنتي في صدمة وأحد ولع لك اللمبة، كنتي في ظلام وأحد ولع لك اللمبة، يشكر يشكر، هذا مو ظلام. أنتي في ظلام وأحد ولع لك اللمبة يشكر، لكن أنتي في النور وحطك في صندوق وردي، لا في فرق. صح، واضحة واضحة. أنا في صدمة ممكن أسوي إكزت من حياتي، ولع لي لمبة، هذا أمل، يولع لي لمبة، يخليني أعيش، يخليني أفكر، يخليني أستأنف الاحتمالات بدل ما حذفتهم، هذا يشكر، هذا نور. بس أنا طبيعي بعدين يجي يمنيني، يفتح لي لمبات ويدخلني صندوق وردي بدون سعي، فهذا أمل زائف. في فرق واضح، أمل زائف هذا. ودائما الأمل الزائف ما في شغل، ما في سعي. هدى حبيبتي تقول لي في مدرسة يتبعها بعض المدربين تقول لك أنت لو طبقت كل شيء في القرآن في حياتك راح تتحول لجنات النعيم. إيه عادي، حتى اللي في الإنجيل يقولون هذا الكلام، والتوراة والبودست، كل مذهب، كل فلسفة، كل دين يؤمنون بالشيء اللي هم يعني مكلفين فيه أو مسؤولين عنه، فهم يؤمنون أنت لو طبقت هذه الأشياء لكانت حياتك جيدة وحياتك رائعة. وكل حبيبتي ليلى thank you، وكل مدرسة ستعدك بالجنات، كل مدرسة صدقني، حتى مدرسة الأمل الزائف بيقول لك عندهم جنة. سارة حبيبتي تقول أحيانا أحس أني فقدت الأمل بكل شيء، حصلت كل اللي أبيه ومع ذلك ما أشعر بالسعادة، أغلب الوقت أشعر بالفراغ. نصيحتك، أنا ما أعتقد أنك حصلت اللي أنت تبغينه، حصلتي الأهداف اللي كتبتيها في الورقة. شفتي في فرق، في أهداف أنت كتبتيها في الورقة قد تكون أخذتيها من أمك أو من خالتك أو من صديقتك أو من الوعي الجمعي وحققتيها، فما جابت لك السعادة، فأنت ما حققتي الشيء اللي فعلا فعلا أنت تبغينه. أبغاك الليلة تقعدين مع نفسك وتسألين نفسك أنا فعلا 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 وش أبغى، هذه مهمة، لكن المفروض أنك تكونين سعيدة إذا حققت الأشياء اللي تبغينها. وصال حبيبتي تقول أنا أعيش الأمل الزائف ولكن أساعد اللي حولي أنه يشتغلوا ويسعوا، ما هي الرسالة؟ لا هو مو ما هي الرسالة، هو السؤال أنت ليش قاعدة تسوين كذا؟ تقصدي انه انت عارفه عن نفسك انك انت ما تسعين، فانت عايشه في قصه متوهمتها في خيالك مثلا، لكن الاشخاص اللي يعرفون لا اشتغلوا سووا افعلوا كذا، فبالتالي انت يمكن قد ما يكون عندك الطاقه الكافيه انك تقومين بالسعي، لكنك عارفه انه انت في الطريق السليم وانت في الطريق المناسب. شوفي بعد ترى في مشكلة، إذا مثلا إذا أنا بسوي شيء وبقول شيء وبأؤمن بشيء، هاي مجموعة إنسان، يعني لازم أنت تقولين الشيء اللي تسوين الشيء اللي أنت تؤمنين فيه، فتوحدين القصة، توحدين الأجساد. تقول أكثر شيء يغث ما هي الرسالة. طيب روان حبيبتي تقول لما نتوقف عن oh my god، وين راح السؤال يا روان؟ السؤال كان حلو. طيب ناخذ أسئلة من تيك توك. أنا أؤمن بالسعي، thank you. دال، اسمها دال ولا أنا ما انتبهت؟ أنا أؤمن بالسعي وأسعى بس أحقق أهداف غير الأهداف اللي أسعى لها، الموضوع عكسي، إيش الحل؟ حبيبتي أنت اختصرتي علينا كل قانون السعي. ما هو أنت تسعى لتحقيق شيء
انت مسؤول عن السعي مش مسؤول عن النتائج. فمرات انت تسعى تصير تجليات اخرى، مرات تتجلى اشياء انت ما سعيت لها. الموضوع مرتبط بالكارما ومرتبط بقانون السعي السعي قانون السعي والسبب والنتيجة كلها مع بعض. أهل زوجي ماديين وزوجي يكرهوني وحاقدين علي على أولادي، وش أسوي؟ ما فهمت. زوجك حاقد عليك ويكرهك، حاقد عليك وعلى في الصيف، بس ما السؤال ما هو مضبوط. حبيبتي دكتورة آل شمر كذا صح؟ Thank you، شكرا جزيلا. طيب تمر حبيبتي تقول أحس شوي بضياع، أميل البودة وأفكر بالإلحاد، عندي تساؤلات وأحس بوحدة، كيف أعرف الطريق الصحيح؟ Oh my god، الإلحاد في حتة وبودة في حتة. لا أنت أكيد ما أنت فاهم الموضوع، يعني وين يعني بودة؟ يعني مدرسة روحانية تؤمن بالقصص السماوية، والإلحاد مدرسة مادية تامة بحتة، مادة بحتة، لا تؤمن بالأجساد السماوية. فشلون عندك هالتناقضات؟ تحيرتيني. شلون عندك؟ معناه أنت ما فهمتي الموضوع، ما فهمتي القصة. اقرأي أكثر، افهمي أكثر، واسمعي من أكثر من شخص. قد تكون أنت سمعتي من أشخاص غير مناسبين أو بطريقة غير مناسبة. أنا ما أعرف وش الدين اللي أنت ولدتي فيه، برضو اقرأي أكثر عن الدين اللي ولدتي فيه، لأنه يعني في الغالب الدين اللي ولدتي فيه قد يكون هو يعني يناسبك، قد يكون يناسبك. فراجعي القصة هذه كلها. ممكن تتوسعين في موضوع الخوف من النجاح، تحسون. Thank you دكتور آل شمر، إن شاء الله أني نطقت الاسم صحيح. تحسون مرات الأسئلة ما تجي إلا عقب كم شهر كذا، كأنهم توهم يعرفون. تكلمنا عن النجاح شهر كامل، إحنا نتكلم عن النجاح. كيف أتعامل مع شخص قريب مني عنده أمل زائف وأنا أعرف إنه راح يتحطم؟ أوه يا الله، مرة صعب الموضوع. تخيل قدامك شخص انت عارف انه بيضرب الجدار، عارف لانك انضج منه، ممكن لانك تقدر تشوف الصورة الاكبر منه، يعني شعور صعب تعرف انه بيضرب الجدار. انا اقول لك اذا في كارما مشتركة حط له الاحتمالات على الطاولة، بس حط له الاحتمالات على الطاولة. ميزو هل أقدر أتغير بعد عمر 50 للأحسن؟ أكيد بدون أدنى شك، بالعكس عندك الفرصة الآن، إنه يعني خيارات الحياة، يمكن يكون الإنسان أنضج، يمكن يكون قلبه أصفى، يمكن يكون مر بتجارب. بالعكس قد يكون التغيير أسرع وأسهل من شخص هو يعني كذا، يمكن في العشرينات يصير يعني عنده ضغوطات اجتماعية بسهولة تأثر عليه. يمكن الآن الشخص كل ما يكبر يكون عنده حرية أكثر إنه يختار الطريق اللي يناسبه. بالعكس كثير من الأشخاص تغيروا بعد 40، بعد 50، بعد 60، كثير. ما هي رسالة الزوج اللي ما يغار؟ Oh my god Oh my god. ليش تبغينا يغار؟ الضياع يبغون أحد يغار يبغون أحد يغار ويزعل وكذا. يلا شكوى الله في الصيف حبيبتي. لما المرأة تكون مؤسسة شركة خاصة فيها، هذا يقل بطاقة الأنوثة؟ انت مش فيكم محضرين الصيف هنا. بدور حبيبتي تقول هل العلم رسائل الأرقام أمل زائف؟ لا 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 أبدا إطلاقا نهائيا. علم الأرقام ما في أحد ينكر علم الأرقام، ما في، بس استخدامات تختلف.
بس ما في حد يعني يقدر يعني حتى يشك في الموضوع، ما حد، سواء يعني حتى مثلا الروحانيين والعلميين. ليش؟ انه العلميين عندهم الرياضيات ما يقدرون يعني يفرون من الموضوع، والروحانيين هم يعرفون ان عندهم ارقام تشتغل، يعرفون يعني سبح الله 33 ويشكر الله عندهم، كلهم عندهم ارقام. فهذول وهذول ما حد يقدر ينكر منهم موضوع الارقام. حبيبتي ثانك يو. فارس يقولك احجز رحله سفر باللحظه الاخيره، الغي. اذا كنت خايف خذ جلسه الخوف. الحاسه السادسه هل صحيحه؟ اذا هي تشتغل صحيحه، بس احنا ما ندري اذا هي تشتغل او ما تشتغل، صح ولا لا؟ يعني ما ندري، ممكن ام بطيخ اللي تكلمنا عنها تقولك انا حاستي السادسه تشتغل وبيصير كذا وبيحصل كذا، بس ما ندري اذا اشتغل الموضوع ولا. فانت محتاج انك تطابق طول الوقت عشان تتاكد هي تشتغل ولا ما تشتغل. بس هل الحدس موجود؟ موجود في عرف الاشخاص اللي يعترفون بالاجساد السماويه. كيف اشيل هم مباراه الهلال اليوم؟ فواز هم مباراتهم اليوم، سوري يعني احنا ما درينا، يعني لو دريت كان يعني تفاعلت، بس هم يبارون مين؟ حط لهم نية كذا تخفف من الموضوع. والله فيها شو اسمه، فيها نادي ينهزم من كثر النوايا اللي التعبانة والمحطمين اللي يحطون له نوايا. تقول منو أم بطيخ عليكم الله؟ تكلمنا عليها قبل كم يوم، هذه اللي كانت منسدحة في السرير وما في شغل، يعني قدمت على وظائف كثيرة ما لقت شغل، بعدين فتحت تويتر ولقت انه في واحدة مستبصرة وفي واحدة روحانية وفي واحدة يعني تقرأ المستقبل وكذا، فقلبت الموضوع في رأسها وقالت واي نت احط اكاونت اسم ما حد يعرفني، واحط صورة قلب ابيض كذا شفاف وقلب وردي او كذا، يعني شيء كذا يحسسك بالروحانيه، او حتى صوره بطيخ، اكتب ام بطيخ الروحانيه، مستبصره، قارئه مستقبل، شيخه المشايخ كذا، والقراءه يعني مبلغ زهيد، يعني حتى ما تسوي زي اللي سوت امس تقول 23,000. لا، ام بطيخ ما تصل هالمراحل هذه، ام بطيخ متواضعه لانها يعني بالسرير قاعده، عرفت؟ مو في المكتب، فما تطلب يعني غالبا يعني مبالغ يعني الكل يقدر عليها، وتبدا الشغل. فهذه هي ام بطيخ، وتكلمنا عليها في اللايفات اللي قبل، شوفيهم في الانستغرام. هذه العطاله وما تسوي، العطاله هي اللي خلتها اصلا، يعني هي الدافع الرئيسي اللي خلتها يعني تفتح الاكاونت. فاطمه حبيبتي تقول هل يرتبط الأمل الزائف بحسن الظن؟ خليني أقول لك شيء، حسن ظنك بالله يعني أنك أنت تقبل حتى الشيء اللي أنت تشوفه سلب. حسن ظنك بالله يعني أنه الباب المغلق هذا خير، العريس اللي ما طق الباب هذا خير، البيبي اللي ما جاء هذا خير، هذا حسن ظن بالله. هذا كيف انه قلبك معلق بالله وانت محسن الظن بالله، ومدام هذا قدر الله وانا حاولت ولا ضبط الموضوع، فقدر الله خير لي. لكن الامل الزائف هذا اللي من الشيطان اللي يخليك تقول لا اعترف ده ما جاء البيبي، نحاول مرة ثانية وثالثة وعاشرة ومية، يتدمر جسمي ويخرب جسمي وهرموناتي تتدمر عشان أجيب البيبي. ما حد اختارك للفترينة. سوري بس يعني أقصد يعني أوكي، هذه القصة يعني أنت ما معك الريموت كنترول حق الكون، أنت معك الريموت كنترول حقك بس. في أشياء مرتبطة بقصص ثانية، مو كله مرتبط فيك، أنت مو محور الكون. في أشياء مرتبطة بأرواح أخرى، بنوايا أخرى، بقصص أخرى، ما
ما تقدرين توقفين الزلزال وتفتحين التسونامي ما نقدر ما نقدر ما نملك ما نملك الريموت هذا. برضو تختلف الطاقات، خصوصا شخص توا بادي وكذا وطاقته ضعيفة، يتصور تصورات غير واقعية. هم يحكون له من الآخر، يحكون له يعني من الهاي سكول، يحكون له قصص الهاي سكول، هو لسه في أول ابتدائي. فحسن الظن بالله انه لما تطرق الباب والباب ما ينفتح تحسن الظن بالله. والأمل من الشيطان لما يقولك لا، ينكسر الباب وتفتح، ينكسر وتفتح، فيلهم الأمل. بس مشغول انت لاهي في انه سيفتح الباب سيفتح الباب سيفتح الباب. ما تقول طيب الحمد لله الحمد لله، انا شكلي لو جبت بيبي جاني واحد مو صاحي، انا شكلي لو قبلت هذه الوظيفة تدمرت مشاعري، انا شكلي لو فتحت هذا المشروع كان تدمرت مثلا ماديا. فهذا الفرق. عمر انت في صدمة، عمر انت في حالة صدمة، ما انت ما تطلب الامان، انت الان تنظف الصدمة. طيب سارة حبيبتي تقول اذا تأملت في شيء وما صار يعتبر امل زائف؟ لا، ترى مرات الطريق هو الامل الزائف. يعني انت قاعدة وسويتي تأمل، طيب وش سويتي على ارض الواقع؟ ها داخليا خارجيا وش سويتي؟ فانا اقول لك مادام سويتي مديتيشن وانت قاعدة بالسرير حالك حال بطيخ، هذا امل زائف. لك تقولي والله سويت مديتيشن لكن رحت وقدمت وسويت وكذا، بقول لك لا، هذا غير. ابغى اقول انه انت سعيتي سعي داخلي وسعي خارجي. ترى ما يعني كلامي اني اقول لكم لا تسوون مديتيشن، لا عادي، كل هدف سوي عليه مديتيشن، كل نيه سوي عليه مديتيشن، اتس اوكي، انا ادعم هذا الشيء. لكن زي ما تشتغل في الداخل لازم تشتغل برا. اخذت عمر الروح اتجنن وعندي إمكانية مادة ثانية، وش أخذ مادة تفيدني بحياتي خصوصا عندي بزنس وتجارة من مواد هذا الشهر؟ أوكي هنشوف بزنس وتجارة. بزنس وتجارة ما في شيء يعني راح يروح مباشرة الموضوع البزنس والتجارة، ما في شيء مباشرة يتعلق بهذا الموضوع. لكن إذا ممكن تفهمين، لأنه قد يكون التجارة فيها اختبارات مرتبطة بالعلاقات، قد يكون عقود الأرواح مثلا، هذه ممكن عقود الأرواح ممكن تخدمك، بس ما راح تخدمك مباشرة في موضوع التجارة والبزنس لا. وقصة الروح بعد ممكن، رسالة الروح أنت عارفين دورك، بعد نية الروحانية طلعوا ناس كثير من حياتي وجاني إحساس الوحدة وصرت أسبح كثير. عجيب، يصير كل شخص عنده رسائله. زينب حبيبتي تقول اكتشفت أني كنت عايشة بأمل زائف لمدة سنوات ووصلت مؤخرا لتمني انتهاء الحياة والسعي عندي معدوم. حبيبتي أنتي أو شيء زين أنه أنتي صحيتي، زين أنه أنتي انتبهتي، الله يقويك، وما زال هناك متسع. مدام أنتي صحيتي ففي شيء مختلف، في شيء مختلف، ستفهمين شيء مختلف وستصلين لشيء مختلف. حبيبتي الله يقويك. في صديقتي تسأل تقول أنتي يوم فتحتي الأكاونت يعني ضغطتي على الحرف وكذا وبعدين ضغطتي على الرقم، ها؟ هاي ابداعات الاسماء، اسمها جي يمكن 10 مرات وايت ما ادري كم مره. تقولك طيب في ناس يقولون طاقه الانوثه ان الوحده تطلب وكل شيء يجيها، كل شيء يجيها، شلون احس في تناقض؟ لا ما في حد يقول هالكلام، ما ادري والله، بس ما سمعت احد يقول هالكلام، والله ما تدرون، بس ما اعتقد احد يقول هذا الكلام، لانه انت بداخلك طاقه انوثه وذكوره، انت مو بيور، مو انت مو كامل طاقه انوثه، لا انت مو كامل طاقه انوثه،
يعني حتى الأنثى اللي تنتظر شيء من الرجل هي تعمل شيء، تقدم شيء يعني. فأنت بداخلك ذكورة وبداخلك أنوثة، وهذا اللي يخليك، اللي يخلي الموضوع متكامل وقاعد يمشي وقاعد يشتغل. إذا كان في أحد قال هذا الكلام، هل اللي قالت امرأة ولا رجل؟ إذا كانت امرأة، طب هي ليش قالت هذا الكلام؟ معناها هذا جزء من السعي اللي تقوم فيه، صح ولا لا؟ معني ما أعتقد أحد قال هالكلام يعني، بس يمكن انفهم غلط. لينا حبيبتي أو ماي جاد تقول لك أمي سقطت مرتين، سقطت مرتين ثم جابت إيش؟ ما أعرف إيش هذه، وتوفي، خلينا نقول يمكن طفل، وبعد كم من ساعة، بعد كم من ساعة توفي ثم جابتني. كيف تؤثر الموقف على رسالة روحي؟ رسالتك لها، ممكن يكون عندك رسالة لها أو دور لها، بس أنا ما أعتقد إن هذه في الغالب قد ما تكون فيها تأثير مباشر عليك أو ولد. يمكن سقطت مرتين بعدين جابت ولد وتوفي بعد كم ساعة بعدين جابتني، إنها هي كأم حملت كل هالشعور هذا ووصلته ونقلته لك. في السؤال أنت، هل أنت تشعرين أنك أنت تحملين هذا الشعور ولا لا؟ هذا مهم، إذا كان موجود نطفيه. طيب سارة تقول في شخص ما في الروحانية، المهم أرادني أن أصدق قضية السحر، هو طاقي ولا أدري كيف تحول راقي وواجهته. من ساحر إلى راقي يعني، حلو، سويتش يعني، سويتش حماية. ها أنا اختباري بالعلاقات هل أخذ عقود الأرواح؟ أي راح تساعدك كثير، راح تساعدك وتوريك يعني زوايا مهمة صراحة عقود الأرواح. ما رأيك في السعي من أجل العلاج لسنوات؟ أعتقد أنه العلاج لازم يبين، العلاج لازم يبين. يعني مثلا قلت لكم أنا لما كان عندي مشكلة، صارت عندي مشكلة بعد البطة اللي أكلتها، بعدين رحت للمستشفى، بعدين المستشفى هم يقولون it's okay، ما في شيء يعني، مرحلة وتعدي كذا. فأنا شفت إنه المستشفى ما قدروا يعالجوني، فرحت المدرسة ثانية برضو ما وصلت النتيجة، رحت الأيروفيدا وتغيرت أشياء لما رحت المدرسة الأيروفيدا. بالنسبة لي شخصيا تغيرت أشياء، تغيرت أشياء، يعني كانوا أطباء عادي بالنسبة لهم إنه يعني أنا أعيش كذا بهذه القصة. فأنا أعتقد إنه العلاج يحتمل طرق كثيرة، لذلك ما أحس إنه شيء معقول إنه أنت تكمل على نفس الطريق هو ما يعطي نتيجة، ما يعطي نتيجة. يعني تطرق باب أحد المدارس وما تعطيك نتيجة، يعني بالكثير تعطيهم 6 شهور. طبعا كل مدرسة عندهم مواقيتهم، بس أعتقد 6 شهور كافية إنه الجسم يعني يا يبين إنه تقبل، يا يبين إن الموضوع ما يشتغل، يا يبين إنه ما اشتغل معاك أنت، يا يبين إن الموضوع ما في سالفة، يعني بيبين شيء 6 شهور. ف ما أعتقد المفروض إنه أنا أقعد سنوات في طريق العلاج لنفس نفس الطريق، نفس المدرسة. لا، إذا ما اشتغلت المدرسة هذه بدور على مدرسة ثانية، هذه الفكرة. نازك حبيبتي أين أنتي؟ I miss you. من زمان ما شفناها يا جماعة وشفنا أسئلتها، والله لك فقدة حبيبتي. أنتي تقول عندما نصل لمرحلة وماذا بعد ذلك، وماذا بعد أن تحقق ما أريد، أين الخلل؟ هل هو طريق خاطئ أم يأس أم نداء الروح؟ ممكن يكون نداء الروح، ممكن، لكن مو بالضرورة. شوفي نازك،
انا اعتقد انه احنا متورطين بلستة، كل واحد عنده لستة رأسها مكتوب الورطة، اوكي؟ في لستة، هذه اللستة تقريبا قد تكون هي احد الاسباب الرئيسية لشقائنا في الحياة، انه احنا مشغولين بهذه اللستة ان نبغى ننفذها في الحياة، نبغاها تتحقق، نبغاها تتجلى، نبغاها تصير. المهم بعض الناس كارمتهم جيدة، عندهم فهم القانون السعي، طاقتهم ممتازة، شعورهم جيد، يعني جمعوا أكثر من كذا موضوع وقدروا أنهم يحققون اللستة هذه. بعدين يقولوا ماذا بعد؟ وماذا بعد؟ طب هي اللستة نفسها اللي أنا ماسكتها هي ما كانت اللستة الصحيحة، هي ما كانت اللستة اللي أصل المفروض ينقضى عليها كل هذه الطاقة، هي ما كانت اللستة اللي المفروض أنها يعني أنت تشتغل عليها. بس أبغى أقول لك شيء، أيضا من الصعب على أغلب البشر أنهم هم يعرفون اللستة الصحيحة، من الصعب، من الصعب جدا جدا، يعني البشر كثير مشوشين وفي أشياء المجتمع يضغط عليها طوال الوقت، المجتمع يضغط على أنه أنت تكون معك فلوس طوال الوقت، فنتصور أنه أغلبنا أنه نبغى فلوس، تحتاج فلوس، إذا جت فلوس رح نكون سعداء. بعدين نكتشف أنه لما جت الفلوس وماذا بعد؟ بس كان الموضوع هو ضغط اجتماعي، لكن طيب ليش صار؟ لأن أحد الاحتمالات كارمتك جيدة وسويت السعي المطلوب فضبط الموضوع. بس وين برضو، وين الشيء الجميل في هذه اللستة؟ اللستة الورطة هذه وين الشيء الجميل فيها؟ الجميل فيها أنه أنت لما تخلصها شوية يصفى ذهنك، شوية تنضج مشاعرك، شوية بعدها تقدر فعلا تختار الأهداف والطرق الصحيحة، تكون تعرف، يكون عندك نظرة ثاقبة. أول لا، أنت حاط بليل مثلك مثل كل العالم، يلا الثراء، الماجستير، الدكتوراه، نركض نركض نركض. بعدين لما تخلصهم صحيح إنه يعني ما كانت هذه القصة، بس أخيرا أنه أنا الآن أقدر يعني كذا يعني أصفن صفنة كذا وأعرف وش أبغى بعد ما خلصت القائمة هذه اللي ما لها داعي. فهذه مرحلة جيدة أنه إحنا نكتشف إحنا وش نبغى، وقد توافق نداء الروح فيكون يعني قلبة كبيرة في الحياة، تكون يعني كتاب يتسكر وكتاب ينفتح. لكن يستبعد أنها حالة يأس، اليأس غالبا مرتبط بهدف متعطل، طريق ما اشتغل، انت تحاول وتقاتل عشان شيء بعدين يوقف، انت تبغى تتزوج وما يشتغل الموضوع، تبغى اطفال ما يشتغل. غالبا اليأس مرتبط بهذه الاشياء اكثر ما مرتبط انه انا خلصت الاهداف. تقول لك اكثر نية طورتني نية الروحانية، طب ليش ما قلتي من اول الشهر؟ في ناس ما حطوا النية خايفين. طبعا ها، مدرسة الامل الزائف مستحيل يحطون نية الروحانية، أوكي؟ مدرسة الأمل الزائف مستحيل يحطون نية الروحانية، يحطون نية الثراء، يحطون نية الزواج، نية روحانية لا يا بابا، لا لا لا، كبير علينا النية وما نبغى تجينا مشاكل منها، أوكي؟ لا لا لا، مش بتاعتنا دي، لا. آخر سؤال، نبغى سؤال خنفشاري، نبغى سؤال كذا يعني يثير الدهشة. Oh my God، تقول إيش هو التعريف الصحيح؟ مو بس التعريف، تبغى تعريف صحيح. آخ، ليش حماية الذات مو شغالة مع مافيا الروحانية؟ أنا ما أعتقد إنه اللي يتورطون بهذه المافيا إنهم هم مسوين حماية، ما أعتقد. وبعدين مرات أنت تسلم، تكلمت في محور لماذا من السهل استغلالك في الجانب الروحاني، لأنه أنت كذا تسترخي مرات، يعني لما تتعامل مع شخص كشريك مالي تشد، تحسب الأرقام وتحسب فلوسك وتحسب الطالع وتحسب، لما تتعامل مع شخص روحاني ترخي، تقول أي خلاص يعني هو فاهم، هو يخاف الله، هو عارف الكارما، وتسترخي كذا، ويعني تدخل حالة السذاجة، تسقط الحدود والأشياء اللي المفروض أنها تبقى.
أشياء المفروض أنك دائما تحافظ عليها مهما كان الشخص اللي قدامك. وين سؤال روان هذا؟ وين هذا سؤال روان؟ حبيبتي روان تقول كيف نوازن بين الأمل واليأس ونكون في المنتصف لا ندور في كارما واحدة؟ لا هو الموضوع ما هو أمل ولا هو يأس. هو ما المفروض أنك تعيش يأس وما المفروض أنك تعيش على أمل. أنت ما تعيش على أمل، أنت تعيش وأنت قاعد تمشي لأنه في طريق، لأنه في طريق وأبو فيه يعني يمكن 1% وكذا يعني ما أبغى هالاحتمال اللي ما أدري وش. تمشي وأنت يعني عندك ثقة، مليان بالثقة، قد تكون مخطئ it's okay، بس أنت تمشي ماشي أبغى أخذ الماجستير. ما هو احتمالات حصولك على الماجستير؟ 70% 80% أمشي في الطريق. هذا ما هو أمل، هذا ما هو أمل، هذا فوق الأمل، هذه ما هي لمبة صغيرة كذا مفتوحة، هذا طريق، هذا طريق أروح وكل يوم للجامعة وأسوي أبحاثي وأتناقش وأكتب وما أعرف إيش، هذه ما هي لمبة، هذا طريق، هذا أنا شعوري يعني شبه متأكدة 80% إن شاء الله بأخذ ماجستير. هذا ما هو أمل، هذا هدف، هذه نية، هذا طريق واضح. فما المفروض أصلاً إنك تعيش على الأمل؟ ما المفروض انك تعيش على ما منسدح واحتمال يطق الباب الهدف لانه انا سويت المديتيشن وحطيت اللوح؟ لا. وما المفروض انك تعيش اليأس؟ لما تعيش اليأس انت تستخدم الامل عشان تطلع للحياة، عشان تطلع من الحفرة السوداء. بس انت لما تكون في حالة يأس وتدخل الحفرة السوداء تولع لك لمبة الامل عشان تطلع من الحفرة. بس يعني هي مرحلة لحظة كذا بس انت لا تعيش على الامل. اللي يعيش على الامل هذا ضايع، اللي يعيش على فكرة الامل هذا منتهي. هذا ما يدري وين رايح اصلا، رايح الطريق المنحدرة. انت وشو هالسذاجة تعيش على الامل؟ لا، تعيش على طريق انت تعتقد بوضوح انه بيوصل. انت نيتك تعتقد انك بتوصل، هدف يشتغل تعتقد انه بيوصل. اما يقول لك سو عملية عشان احتمال يجيك بيبي، عشان الاحتمال 0.0001، يا عمي بلاها، وش هالاضرار المحتملة اللي ممكن تصير عشان فيه لمبة ممكن خلص، ما هي موجودة، بقول معناها ما هي في كارمتي، ما هي في نيتي، ما هي في طاقتي، خلاص امش. وهذا هو حسن الظن بالله والتوكل على الله. فأنت لا تعيش الأمل ولا تعيش اليأس، أنت تستخدم الأمل أحيانا لما تسقط في اليأس عشان تطلع نفسك. بس هذه هي حبيبتي روان، شكرا على سؤالك. طيب يا جماعة، بكرة آخر يوم، جمعوا كل قصصكم، شو اللي صار، شو اللي ما صار، أوكي؟ أشياء إيجابية، أشياء سلبية، كل شيء صار نبغى نسمعه بكرة، أوكي؟ من بعد ما حطيت النية، من بعد ما حطيت خلفية الجوال، من بعد ما شفت الفيلم، من بعد ما حضرت المواد، وش المستجدات اللي صارت في حياتك، ها؟ بكرة نبغى نتكلم عن كل هذه الأشياء، فخلوكم موجودين بليز. بكرة الأحد صح؟ أحس اللايف مرة متأخر، بس هو الأحد إجازة، أوكي بعد بكرة نحطها 10، بس بكرة 11، فجهزوا أنفسكم، أوكي؟ ما أبغى أقول للي ما حط النية يحط النية، بس أبغى أقول للي ما شاف الفيلم يشوف الفيلم أو يحطه في قائمته، ممكن يشوفه في الأيام القادمة يعني بعد ما نخلص الشهر، أوكي؟ نشوفكم إن شاء الله بكرة، تصبحون على حب.